للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور أحمد العمري، متخصص في إدارة الأعمال والمشاريع. نرحب فيك دكتور معانا. وبداية طبعا دائما نحب نسمع رأي الضيف اللي معانا أكيد على كل تفاصيل اللي ذكرت في التقرير، ومن ثم نتطرق لتفاصيل أكثر في موضوع التأمين الطبي. طيب، أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. ثانيا، في نقطتين حاب أنبه عليها. إيش هي؟ مهم جدا حقيقة التنبيه عليها. رقم واحد، التأمين الطبي الحالي هو تأمين تجاري بدأ في عام 2006. التأمين المقصود اللي أشار إليه معالي الوزير هو خلينا نسميه تأمين وطني، والتأمين الوطني هذا غير تجاري، واللي ترعاه الجهة المشرعة وهي وزارة الصحة، في حين أنه التأمين الطبي الحالي تجاري، واللي ترعاه أو تقدمه هي شركات تجارية تسعى إلى الربحية. فهذه نقطة جدا مهمة. وش الفرق بينهم؟ طيب وش الفرق بينهم دكتور قبل ما نتعداهم؟ ممتاز، جميل، هذا هو اللي كنت راح أشير له. أولا، التأمين خلينا نسميه التأمين الوطني اللي أشار لي معالي الوزير، أولا هو مجاني، حيكون معناته راح تتحمله الجهة اللي راح ترعى الصحة في البلد، في الغالب هي وزارة الصحة طبعا. راح يكون مقدم للسعوديين فقط حسب التصريح، رغم أنه في دول أخرى يعني مثل كندا مثلا حتى للمقيمين يقدم، لكن هنا مبدئيا واضح أنه راح يكون للسعوديين فقط. ما حيكون له سقف في التغطية التأمينية، يشمل جميع الأمراض، راح يركز ليس فقط على العلاج بل العلاج وكذلك الوقاية. وواضح من الطرح أو على الأقل من معرفتي بما الدراسات الحالية أنه راح يتم تقديم الخدمة ليس فقط في المستشفيات الحكومية بل المستشفيات الحكومية والخاصة. لو تلاحظوا أنه يعني حقيقة اللقاء مع الوزير كان جدا رائع، لما جاء سؤال وكان إجابة بأريحية، لما جاء على موضوع التأمين كان في تردد في تحديد ترى مدة زمنية لتطبيقه، لكن في الأخير يعني الأستاذ عبد الله يعني المديفر أصر على أنه يخرج بتوقيت معين، فكان الإجابة أنه 100% خلال 5 سنوات، معناته نحن المفترض في أي لحظة ننتظر بداية التطبيق، فهو المفترض نهاية التطبيق ترى خلال 5 سنوات، بدايته ننتظر الإعلان عنها، لكن حقيقة ملف جدا معقد. التأمين الحالي التجاري بدأ أولا في عام 2006، الغرض حقه كان تغطية الموظفين في القطاع الخاص، له سقف علاجي، تقدم شركات خاصة ربحية، وطبعا تستحوذ 70% من الحصة السوقية 3 شركات فقط من مجموع 27 شركة تأمينية، والمقدمين الخدمة أغلبهم شركات أو عفوا مستشفيات خاصة. يعني مقدمين الخدمة حسب الموقع حق المجلس الضمان الصحي المعتمدين 5000 مقدم للخدمة فقط، يمكن 130 أو 140 هم اللي مستشفيات عامة. فجدا مهم استيعاب الفرق ما بين التأمين الحالي والمستقبلي. فيمكن هذه هي على فكرة المعاناة ليست فقط من المرضى من التأمين الطبي الحالي. حتى وزارة الصحة ترى لما أدخلت قبل سنة أو سنة ونص البوليصات التأمين وتعاونت مع الشركات الخاصة التأمينية الحالية، ترى بعد عدة أشهر ألغت التعاون وأعلنتها يعني بشكل واضح مع شركتي بوبا والتعاونية. فإذا حتى، وهذا اللي كان يمكن يتكلموا عنه القطاع الخاص والمستشفيات، فإذا هذه مهم جدا حقيقة نستوعبها عشان لما نجي نتكلم يعني نحدد المسار اللي نبغى نتحدث فيه. لكن ما يمنع من أنه نحن راح نستفيد من تجربة تطبيق النظام التأمين التجاري حقيقة. نعم. طب دكتور أحمد، حسرك في سياق مختلف في موضوع التأمين الطبي، ليش في بعض الشركات بتتهرب من الالتزام بالوفاء في حقوق المريض؟ طيب خليني يعني أرجع كذا إذا سمحتي لي خطوة كذا بس لورا. اللي النظام الصحي في المملكة المقدمين للخدمة مقسمين إلى 3 أقسام.
وزارة الصحة وتقدم 60% من الخدمة. حوالي 17% تقريبا تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، التخصصية، العسكرية، الحرس، المستشفيات الجامعية، مستشفيات أرامكو وغيرها. والمتبقي وتقريبا 23% يقدموا القطاع الخاص. ليه؟ في المقابل في عندي أنا 27 شركة تأمين وعشرة شركات إدارة مطالبات تأمين. المريض في هذه الدائرة، المريض في هذه الدائرة يهمه ترى توقعاته بسيطة جدا. في الدراسات اللي تم إقامتها ترى أكثر ما يثير، خلينا نقول، عدم رضا المريض هو الأمور المتعلقة بالوقت. إما الانتظار للحصول على الخدمة، صحيح، أو بعد الحصول على الخدمة الانتظار لفترة أطول، الانتظار داخل المستشفيات أو الانتظار خارجها. وعلى فكرة حتى ترى داخل المستشفيات الخاصة الآن أصبحت يعني بدأت تقارب بعض المستشفيات الحكومية في أنه في صعوبة الوصول إليها والحصول على بعض المواعيد، خصوصا إذا كان طبيب مميز. في المقابل شركات التأمين تراها شركات ربحية، أؤكد مرة أخرى اللي بنتكلم عنه الآن مختلف عن اللي الوزارة أو الوزير كان بيتكلم عنه. أي نعم فمهم. لكن كويس. لكن كويس إنك قلت لي المعلومة. الخوف قل لي إيش الخوف منه؟ حقيقة الخوف إنه ما نتعلم من التجربة الحالية ونحاول نطبق التأمين الوطني بطريقه تؤدي الى يعني عدم حل المشاكل اللي بيعاني منها المريض بشكل جذري. كويس، المريض وصلنا النقطة يوصل للخدمه ترى بشكل وصلنا سريع. النقطه دكتور احمد، وصلنا النقطه ابغى اسالك عنها الان. انت ذكرت قبل شوي ثلاث شركات تامين حصر عليها التامين، والان ذكرت 27 شركه للتامين. بالضبط كم شركه تامين عندنا؟ صحيح، فعليه شركات التامين اللي مجلس الضمان متعاقد معاها حسب موقعهم 27 شركه. طيب حلو، 27 شركه. طيب حلو، كويس، اوكي. الآن احنا وصلنا ل 11 مليون مؤمن تأمين طبي لدينا في السعودية. إذا قلنا بلغة الأرقام عندنا، صحيح، 25% فقط منهم سعوديين لديهم تأمين طبي، وأنت تتكلم عن التأمين الوطني، صحيح، راح يكون مخصص فقط للسعوديين مجاني، وتكلمت حتى أنه بعد 5 سنوات بترتفع النسبة ل 100% بغض النظر صحة المعلومة أو مصحة، صحيح، المعلومة أو أردفت لتصاريح لوزراء صحة سابقين، ما راح نختلف فيها الآن. لكن سؤالي لك، هل الشركات الحالية عندنا مؤهلة فعلياً؟ لديها بنية تحتية تستوعب هالعدد المقبل؟ طبعاً الإجابة المختصرة لا. لكن عشان كذا يمكن الوزارة قررت أنه تلجأ إلى إنشاء التأمين الوطني هذا. وعلى فكرة حتى مقدمين الخدمة ما عندهم القدرة على استيعاب الطلب المتزايد. أنت اللحظة اللي يصير فيها التغطية 100% الطلب على الخدمات الصحية حيكون عالي جدا. في حين لازم نستوعب حاجة مرة مهمة، ترى إحنا اليوم عندنا نقص في الأطباء كبير، عندنا نقص في التمريض، وعندنا نقص في عدد الأسرة. في دراسة نحن عملناها قبل سنتين أو 3 سنوات، عدد الأسرة يصل ما بين 60,000 إلى 100,000 سرير. في أي ميزانية للدولة وفي أعلى صرف عدد الأسرة اللي نقدر نضيفها ما بين القطاعين العام والخاص ترى ما تتعدى 10,000. فبلغة الأرقام أنا قدامي 10 سنوات عشان أغطي هذا النقص. هذا رقم والله واحد. هذه من زمان أنتم تقولونها يا دكتور، عشان أكون صريح معكم. وإذا أنتم فعلا مستمرين، صحيح، في صحيح، مستمرين في أنكم تكافحون هالموضوع هذا. أنت في معرض حديثك في البداية قلت إلى أنه أنتم مركزين على الطب الوقائي قبل الطب العلاجي، فأعتقد أنه المعاناة من عندكم ما هو من عند المرضى نفسهم. طيب أنا ترى ما أمثل جهة معينة، أنا الآن أمثل يعني خلينا أقول الجميع وأتحدث عن الوضع بشكل عام. اللي المهم جدا أنه أنت يمكن أخذتنا على الحلول. أي حل لا يشمل الوقاية راح يكون حل ناقص. أي حل راح يركز فقط على زيادة السرر بدون النظر إلى حلول ابتكارية لتقديم الخدمات الصحية راح يكون حل ناقص. مثل إيش؟ أولاً الآن الخدمات الصحية لازم تقدم خارج أسوار المستشفيات، إما في المنزل أو من خلال التحول الرقمي، الطب المتنقل، خلينا نقول المستشفيات المتنقلة والعيادات المتنقلة، وكذلك التركيز على الصحة
بدلا من التركيز على المرض. ترى احنا لكل الاعداد الضخمه هذه اللي بنعالجها تعرف كم تمثل؟ 5% فقط من مجموع الناس الموجودين. 95% هم في طور الانتقال من الصحه الى المرض، فهم لازم اللي نركز عليهم في الفتره القادمة. بالتأكيد دكتور أحمد، أختم معك بمصير المستشفيات الحكومية عند وصول نسبة التأمين إلى 100%. والله حقيقة يعني بس بناء على الأرقام اللي موجودة، الإنفاق على خلينا نقول النظام الصحي، الإنفاق على التأمين فقط في السنة الماضية من خلال شركات التأمين التجارية بلغ 15 مليار. السعوديين على فكره مو 25، ترى يمثلوا اقل من كذا، حوالي 14%، لانه 25 او 20% هذه اللي قالوها تمثل نسبه المؤمن عليهم لما تشوف التوتال اللي هو 2.7 مليون سعودي مقابل المتبقيه من 12 مليون المؤمن عليهم حاليا. 2.7 على 20 مليون سعودي، ترى هذه تطلع 14%. المستشفيات الان الحكوميه وبدون تردد وبالنظر إلى الأرقام والترند السابق وحتى في وجود برامج التحول، لن تستطيع فقط هي اللي تغطي الطلب المتزايد. إذن معناته لابد يكون في شراكة جدا قوية مع القطاع الخاص، لابد من دخول مستثمرين، وهذا اللي حصل في الفترة الماضية، مستثمرين أجانب وضخ العديد من مقدمي الخدمة، ولازم وجود حلول ابتكارية، وأخيرا التركيز على الدور الإعلامي في طرح مفهوم الوقاية والعلاج الذاتي. الموضوع يا دكتور، وكذلك يعني احنا لذلك طبعا ركزنا، واعتقد هذا هو المهم، هذا هو المهم. وانا اتمنى انه عقدة التأمين لدينا في السعودية تتحلحل اكثر، ويكون في انصاف حتى للمريض وللمتعاملين مع الجهات المعنية او المستفيدة من الجهات المؤمنة. على كل، نشكرك ضيفنا من الرياض الدكتور احمد العمري، متخصص في إدارة الاعمال والمشاريع، لوجودك معنا في MBC في اسبوع. شكرا لك.